هذا يسأل عن امرأة توفي زوجها وهي تسكن معه في بيت، هل تذهب وتسكن مع أخيها؟ لا، تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، لأن هذا من أحكام العدة وتوابع عدة الوفاة، أنها تبقى في البيت، إلا إذا تعذر عليها البقاء في البيت فلا بأس أن تتحول إلى بيت آخر. أما ما دام يمكن البقاء في البيت إلى إكمال العدة فهذا واجب عليها.